واحنا بندرس طفل الروضه الحروف، لابد ان احنا نوصل الحروف ديت عن طريق قصه كويسه جدا او نشيد كويس جدا او نوصلها له عن طريق صوره لكل حرف. ويشترط في الصوره ديت ان تكون معرفه للطفل، والحاجه الثانيه تكون محببه له كمدخل لتعليم كل حرف. وموضوع الصوره كل ما عمر الطفل يقل معايا البرنامج الترفيهي له بيزيد والبرنامج التعليمي له بيقل. لو دعمنا ده بقى بانشطه وتدريبات وتمارين على كل حرف بيبقى افضل للطفل وبيثبت عنده الحروف بطريقه اسرع وبيمكن له الحروف المتشابهه. عملنا لحضراتكم تشكيله رائعه للحروف سواء كان قدمناها بشكل درامي او شكل صور لكل حرف، ودعمنا على كل حرف تدريبات تمكن هذا الحرف وما قبله من الحروف اللي درستها الطفل من خلال كتاب ألعب مع حروفي ولكن متعة الفصل. مع حضراتكم سمير القومي، ودي صفحتنا على الفيسبوك صفحة الطفل العبقري، ولينا قناة على اليوتيوب اسمها قناة الطفل العبقري. ياريت تتابعوا معانا كل جديد في مجال تأسيس الطفل. خلينا نلقي نظرة سريعة ومراجعة سريعة مع كتاب ألعب مع حروفي متعة الفصل ولكن بعد الفاصل. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات مراجعة ونظرة سريعة على إصدارات مناهج الطفل العبقري. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع حضراتكم كتابين مهمين جدا لطفل 3 سنوات اللي هو أول مرة ياخد الحروف. الكتاب الأولاني ألعب مع حروفي متعة الفصل، يعني في تمارين وأنشطة الطفل بيقوم بحلها داخل الفصل، وفي ألعب مع حروفي متعة المنزل، يعني بيبقى واجب واجب للطفل في المنزل. هاخد مع حضراتكم كتاب كده ونتناول فيه ونبص عليه بصة سريعة ونشوف المميزات اللي فيه. خلينا الأول أتناول مع حضراتكم ألعب مع حروفي متعة الفصل. كتاب ألعب مع حروفي متعة الفصل هو أحد الكتب من سلسلة لغة الجميلة من إصدارات مناهج الطفل الطفل العبقري. لما نفتح الكتاب هنلاقي البطن اليمين للكتاب إرشادات للاستفادة من الكتاب. بيقول لي أول حاجة يركز هذا الكتاب على توصيل حروف اللغة العربية للطفل عن طريق تقديم الحرف مع صورة تبدأ بنفس الحرف مع الشكل الدرامي. الدرامي يعني قصة الذي يقوم به الثلاث شخصيات الكرتونية. الكتاب ده تناولنا فيه ثلاث شخصيات، أمير وأميرة والقطة ديت هي البطل. الثلاثة دول أبطال الكتاب نفسه وأبطال كل حرف بيقدموه للطفل. أسفل كل صفحة تدريبات لتمكين الحرف مع الحروف السابقة مثل صل ولون وغيرها من التمارين. هتلاقي تحت الحرف مثلا، هتلاقي تحت كل حرف فيه تمارين على الحرف نفسه لتمكينه للطفل. في نهاية الكتاب تناولنا مواضع الحروف وموضع كل حرف في أول ووسط وآخر الكلمة كما موضح في الصفحات التالية. هنلاقي هنا طبعا المواضع الحروف دي اللي هنشوفها بالتفصيل، تمام كده؟ لما نخش هنا في الكتاب من جوه هنا هنلاقي اول حاجه عامل تهيئه لغويه داخل المنزل. التهيئه اللغويه دي داخل المنزل ان انا بعرض الصوره دي على الاطفال وابدا اعرفه على الاجزاء الموجوده في الصوره، ان يعرف ان دي سرير، ان دي مكتب، ان دي كرسي، ان دي مثلا بنت، ان دي اب مثلا، دي سجاده، ان دي ترابيزه وهكذا. لما يعرف الكلام ده ببدأ أزود الحصيلة اللغوية. هي بطبيعة الحال الطفل عارفها، لكن لما راجعها معاه كتهيئة لغوية داخل المنزل كويسة جدا. بعد كده بخش على تهيئة داخل الحديقة، يعرف يعني ايه نافورة، يعني ايه مقعد حديقة، يعني ايه شجرة، يعني ايه قصور حديقة، يعني ايه طائرة ورقية، يعني ايه دراجة، يعني ايه سلة مهملات، يعني ايه ورد، يعني حشائش. وطبعا بنقول له كم قطة داخل الصورة عشان أقوي الانتباه والتركيز لدى الطفل. فبيعد القطط اللي موجوده، هتلاقي في هنا قطه مثلا وهنا في قطه وهنا تلاقي في قطه وهنا في قطه، وهتلاقي هنا برضك دي القطه اهوت وادي قطه هنا، فتلاقي ايه قطط كتيره جدا داخل الايه داخل التهيئه دي. بعد كده بننقله على تهيئه لغويه في الشارع، يعرف الشارع يعني ايه مدرسه، يعني ايه مباني، يعني ايه محل، يعني ايه اشاره مرور، يعني ايه سياره، يعني ايه سياره شرطه، يعني ايه سياره نقل. وابدا افتح حوار مع الطفل في هذه الايه في هذه التهيئة اللغوية في الشارع. لما نقلب بقى بدأ يخش في الحروف، ودي للطفل حرف الألف، وطبعا الأبطال بتاعتي أدي أميرة وأدي أمير وأدي حرف الألف وأدي القطة. طبعا ألف وإدينا له صورة الأرنب اللي بتبدأ بحرف الألف، وإحمل قصة كده بشكل درامي عن حرف الألف مع الأرنب. فلما نفتح حوار مع الطفل عن هذه الصورة
وناخد وندي معاه، وفي كل فتره نقول ان حرف الارنب بيبدا بحرف الالف، وادي الارنب بياكل جزر، والارنب ده اصلا معانا هنا صديقنا حرف الالف، فما باخد وندي مع الطفل على حرف الالف، فقدمنا له المعلومه اللي هي حرف الالف عن طريق شكل درامي. بعد كده تحت كل حرف ادينا له تمارين زي ان هو يلون ويوصل، وهنا برضك يلون وايه ويوصل، وهكذا في حرف الباء صوره دراميه وتمارين خاصة بها. هنلاقي هنا حرف التاء صورة درامية وتمارين خاصة بالايه؟ بحرف التاء، وربطنا طبعا حرف الألف مع الباء مع التاء الثلاثة مع بعض، وهكذا. بعد أول مجموعة حروف بنبدأ نعمل مراجعة خاصة بيهم لحد حرف الخاء، ونبدأ نعمل ايه؟ مراجعة أو تغذية رجاء على ما ايه؟ على ما سبق. الدال وتمارين عليه، والذال وتمارين عليه، والراء وتمارين عليه، والزاي وتمارين عليه، وهكذا السين والشين والصاد، ونبدأ نعمل تغذية رجاعة على كل الحروف من أول الألف لحد الصاد. تمام؟ وادي الضاد نفس الوضع لحد ما نوصل هنا لآخر الحروف، ماشي، حرف الياء، ونعمل تغذية رجاعة على كل اللي فات من الألف لحد الايه؟ لحد الياء. وبعد كده تناولنا بقى مواضع الحروف. حرف الألف أول الكلام، فصل الكلام في آخر الكلام، ودينا تمارين عليه، وحرف الباء اول كلام وسط كلام واخر كلام، وطبعا تمارين عليه، وحرف التاء نفس الوضع، تناولنا ثلاث حروف مع بعض، واول ووسط واخر، وتمارين على هذه الحروف. ماشي لحد ما خلصنا الحروف ايه؟ كامله. يبقى هذا الكتاب تناول الحروف اللغه العربيه بالكامل، تمام، وكمان مواضع الايه؟ مواضع الحروف. البطن الشمال اصدارات منهج الطفل العبقري، اغلبيه اصداراتنا حطيناها في الصفحه ديت، وفي النهاية هنا نصائح تربوية لولي الأمر: لا تسمح لطفلك أن ينقل إليك كلاما سمعه من أحد عنك أو عن آخرين، فإن ذلك يشجعه ويعوده على التجسس والنميمة ونقل الأسرار وعدم الحفاظ على العهود. تمام كده؟ دي كانت مراجعة سريعة جدا لكتاب ألعب مع حروفي متعة الفصل، وأشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات مراجعات ونظرة سريعة على إصدارات ومناهج الطفل العبقري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء.